نفذ الجهاز الوطني للإيرادات 157 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك انطلاقا من حرصها الدائم على التأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات لتعزيز التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية، بما في ذلك نظام الطوابع الرقمية، حيث تم رصد 37 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية، والتي تضمنت عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة وعرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة.